الحمد لله على كل حال. هذه بطولة تجريبية لبطولة العالم، جينا وأثبتنا وجود وشاركنا بقوة ونافسنا بقوة. الله وفقنا اليوم، والله وفقنا في سماع صوت الشيوخ بين كل مرحلة ومرحلة، والله وفقني بحضور العيال وأمهم. شلون ما تبيني اليوم ما أدي كل اللي عندي؟ أعطيت اللي عندي كله، وداركو له عادة، يعني دائما ما يرد إلا يعني بالخبر اللي احنا نبغيه. ولله الحمد اليوم فوز كبير وتجربة كبيرة، بطولة العالم السنة الجاية لنا إن شاء الله. بس العمر في اللقاء اللي صار مع مذيع السباق كررت بأن بطولة العالم، وراح تكرر بطولة السنة القادمة إن شاء الله بإذن الله. طبعا التوافيق عند الله، احنا بنجتهد بنشتغل ليل نهار وبنفكر شلون نطور روحنا، والسباق غالب ومغلوب في كل الحالات، احنا نتقبل هذه الظروف. طول العمر الانجال الله يحفظهم ان شاء الله شاهدوا تسجيل وتحقيق بطولة لسموكم، فهذه اعتقد رسالة لهم ولكم. الله يسلمك. كل اللي اقدر اقوله ان الله يحقق امال الاهالي في عيالهم، يشوفون كل أمنياتهم في عيالهم، مثل ما أنا اليوم أشوف أمنياتي أنا وأمنيات سيدي جلالة الملك في أحفاده. ولله الحمد.